يا مدام منور يا عم يحيى، رجلك خدت على الحتة، عودة الابن الضال ده بنفسك يا محفوظ. يا اخي بجيب معاك المدام والاولاد المرة الجاية يا اخي، يعني اي نعم الهانم بتلاس اكابر وكل حاجة، بس احنا برضو يعني ناس جدعان، ولاد بلد جدعان يعني. وبعدين الولاد على الاقل يعرفوا مسقط رأس ابوهم، ما طلعوش على الخواجات زي ابوهم كده. ماشي يا محفوظ ان شاء الله قريب. بالنسبة للولاد بقى كان ليا طلب عندك يا يحيى. امرني. كنت عايز اعمل شهادة ميلاد لعبد الله ومستخرج رسمي ليا وبطاقة وجواز سفر. لا اعتبر الموضوع حصل، يكونوا عندك في ظرف يومين. يزيدي يزيدي جامد يا هلا جامد. مش بقول لك السلطة ليها ميزات، الحاجات دي بتخلص بالتليفون، انت بس مش مصدق. والله ده حاجة جميلة قوي يا يحيى، في بقى كده يشجع الواحد انه يطلب منك طلب تاني. اطلب من غير مقدمات. عايزك تشوف لي كده مدرسة كويسة للواد عبد الله، نفسي يتعلم كويس واطمن عليه. هذا موضوع بسيط، بعد العيد اتصل لك باحسن مدرسه في مصر واجيب لك خصم في المصاريف كده. لا 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 الفلوس مش مشكله، المهم ان الولد يتعلم كويس. في بقى طلب تالت يا يحيى. عايز فلوس؟ لا 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 مستوره، انا عايزك تشوف البنك، بنك كده تثق فيه، بنك الواحد ما يخافش لما يحط حاجه فيه، بنك يبقى ثقه. بنك ايه يا محفوظ؟ وانت عندك ايه تشيله في بنك يا محفوظ؟ يا سلام، افرض عندك مثلا سر الذهب، تشيلها فين؟ وتشيلها في بنك. حاضر يا محفوظ. ورد ولا فيهاش ورد؟ فيها ورد، فيها ورد. ورد جدايل الدنيا، تخيلوا بقى، تخيلوا بقى، هذاك الله. النساء دول ورد جدايل الدنيا يا اخ اشرف. زمزم ان شاء الله. جمع ان شاء الله. انا مش فاهم بس يا محفوظ، انت ليه مصر انك تتكبد مشقه الذهاب للمسجد والدين يسر يا محفوظ؟ يزيدي يزيدي تتكبد مشقه الذهاب الى المسجد. قلبك عليا قوي يا شيخ حامد. طبعا قلبي عليه، ولا انت يعني غاوت شحطتني معاك زي المره اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها؟ وانت مش محضر الشنطه بتاعتك للطوارئ؟ يا محضرها، بس أنا ماليش مزاج أعيد بره البيت السنة ده محفوظ. سيدي إحنا فين؟ والعيد فين؟ يا بركة العشرة الأواخر. طب تصور بقى إنها فرصة عظيمة جت من السماء. فرصة؟ فرصة لإيه إن شاء الله؟ أي والله، إن الواحد يقضي الكام يوم اللي فاضيين من الشهر الكريم معتكف عندك في المسجد. يزيدي 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 اعتكاف. أيوه.
ايه ده يا شيخ حامد؟ ايه؟ يعني ما كنتش قادر تستنى بعد العيد؟ والناس تصلي فين يا شيخ حامد؟ واحنا نروح فين نصلي؟ عم بالراحة انت هو شوية فيه ايه؟ الله الأرض كلها طهور، الأرض مسجد، صلي مطرح ما تصلي، وبعدين الميضة والحمامات عطلانين، ما نصلحهمش يعني؟ يعني كويس الناس تتوضى وتخش تنقط. أعوذ بالله من غضب الله، اتوكل على الله أنت بقى، اتوكل على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اغسل يا حامد. اتفضل. اخي اخي اغسل اغسل يا محفوظ. انا عملت ايه؟ بنجدد الميضة والحمامات، ما نجددهاش؟ نجدد؟ اه. ولا عايز تبدعني بالصلاة؟ على العموم انا هصلي في الجامع اللي ورانا. انت بقى تحمل ذنب الحارة دي كلها. محدش بيشيل ذنوب حد يا محفوظ. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. تقبل لي يا رب. ربنا هو المنتقم الكبار. تقبل لي يا رب. تقيم لي يا رب. انت ايه يا رب؟ واقف قدام ابرهة في ايه؟ مدام جالك يا مدام يسرية، يبقى الخطة اللي رسمتيها مع فكري بيه ماشية مظبوط وتمام التمام. انا ملاحظة ان حضرتك لسه متخوفة منه ومن ضعفه. خوف؟ طبعا لا. تقدري تقولي حذر. محدش سهل، وما ينفعش تستخفي بأي حد ومهما كان في لعبة السياسة والميديا، ما بالك بقى بشخص زي محفوظ ابتدى يحس بقوته وأهميته. تفتكري ايه السر اللي ورا الطلبات اللي فاجئني بيها النهارده في باب الخلف؟ يمكن بيختبرنا مثلا. وارد، وارد جدا. يعني انفذها له؟ طبعا لازم تعمل له اللي هو عايزه. لازم يحس بمزايا وجوده معانا زي ما لازم يحس بمشاكل وهو مش معانا. وانا كده محضره له مفاجأة حلوة جدا بعد البرنامج على طول. احنا كمان مجهزين له بروجرام هايل في العيد عشان يحس يعني ان هو بقى واحد مننا. جريت، عظيم جدا. انا بقى كلمت له شوقي عشان يوضب معاه ميعاد البرنامج. يبقى كده كل حاجة تمام. بص يا ست، هو صندوق. الصندوق ده أنا كنت مخبيه عندنا في البيت عند عم مين. الصندوق ده بقى كنت يعني حاطط فيه راس المال بتاع البيزنس اللي أنا كنت قايلك عليه قبل كده، فاكرة طبعا. ودلوقتي جه الوقت إن أنا يعني أقسمه. تقسمه إزاي يعني؟ مش فاهم. قصدي يعني إن أنا يعني أدفعه ثمن للبضاعة، والبضاعة أديها للمشتري، والمشتري اطلع منه بالربح بتاعي يعني. وهو هم هو انت فاهم حاجه؟ هو الصندوق ده فيه فلوس ولا ذهب ولا ايه بالظبط؟ لا 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 لا، راس المال مش فلوس. راس المال ده غوايش وحلقان وسلاسل. الحاجات دي مع الوقت سعرها طب فوق بيعلى، مش زي البنك نوت يوم في العالي ويوم في الواطي. يعني الصندوق فيه ذهب؟ ايوه، بس انت جبت الذهب ده منين؟ تاني يا منة؟ تاني؟ هكون سارقه مثلا؟ جابه من شركاتي. بص، اصل انا معايا 2 شركاء، كل واحد مننا لم كل اللي يقدر عليه، حتة من أخته على حتة من أمه على حتة من عمته كده يعني. هو لحد دلوقتي قشطة، فهمت شوية. خلي محفوظ بقى، ايه دخله بالحدوتة دي؟ من الآخر أصل خالك هو اللي معاه